عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوه كتجي زوينه بزاف، اقتصاديه ولذيذه، وكتخرجنا واحد الكميه اللي معقوله، يعني الا خدمناها كتخرجنا واحد الكميه زوينه. بالنسبه للمقادير كنحتاج 250 غرام ديال الزبده، كاس ديال التنينة، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الكوك محمر، وواحد فلون ديال الشكلاط، فاني، وخمارة حمراء وبيضة، وطغي على حسب الخليط. كناخدو الزبدة مع التنينة مع ديك الساشي ديال الفاني، كنحاولوا اننا نخدموها مزيان، يعني حتى كتنسجم منا سنيده مع الفاني ومع الزبده، خصوصا اللي كانت ماركرين كتاخذ لنا الوقت، لذلك خصنا نخدموها مزيان باش ما كتبقى لنا شكاك محببه في العجينه. وكنضيفوا عليه ديك الكاس ديال الزيت، حتى هو كنخدموه مزيان، يعني الطريقه راه باينه واضحه ديال الصابلي ودير اي حلوه ديال الزبده. كنضيف عليه داك البيض حتى كنسجمو النكهة العناصر، من بعد كنضيفو الفلو، وكنضيفو الكوك بشوية بشوية، وكنخليو منو ديك نص كاس ديال الكوك، كنخليو منو شي شوية على حسب باش أننا كنفندوه في التالي. بالنسبه للدقيق كنبقاو نضيفو بشويه بشويه، وحنا كنجمعو غير بالاصابع ديالنا، يعني بحال كنجمعو الصابلي حتى كنحصلو على عجينه يعني رطبه ومجموعه وما كتلصقش، يعني كنكوروها ما بين يدينا ما كتلصقناش، وفي نفس الوقت ما كتفرتتش. هذيك هي صافي كيكون القياس ديال الدقيق هو هذاك. وما تنساوش ديروا الخميره حمراء حيت انا نسيتها هنايا، حتى التالي كما كتشوفوا حتى بديت كنجمع العجينه على الدفطه، كنضيفها مع شويه ديال الدقيق غير شويه حيت العجينه ديالي كانت مازال خاصها. صافي كنعاود نجمع عادي، غير اهم حاجه اننا ما نعلكوش العجينه، كنبداو ندخلو ديك الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصلو على واحد العجينه كما كتشوفوا كتكور معانا، وفي نفس الوقت ما كتكسرش، يعني كنكوروها على خاطرنا. بالنسبه للعجينه ديالنا كنبداو نخدمو فيها مباشره من بعد ما كنعجنوها، ممكن ان نحتفظ بها في الثلاجة حتى الوقت اللي نكونوا يعني مسالين ونبداو نخدموها. بالنسبه للطابع كيبقى اختيار، يعني كل واحد على حسب داكشي اللي عنده. انا حاولت اني نخدم واحد الطابع مستطيل، داكشي علاش درت الكره، حاولت ديك الكويرات ديال العجينه حاولت ان نصايب على شكل صبيعات، وكنفندوها في ديك الكوك اللي خلينا منه محمر حتى هو وسنيد. صافي المول ديالنا ولا الطابعه كنديروه في الدقيق وكنطبعوه. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنساليو العجينه ديالنا، وهكا كتجي الحلوه ديالنا. من بعد ما كطيب كندخلوها في فران سخون وكنقصوا على العافيه مزيان باش كطيب لنا بشويه بشويه. من بعد التزيين ديك الحفيره كما كتشوفوا في الوسط، كندوب شويه الشوكولاط مع الزيت، وكنبدا ندير هكا شويه كما مبينين كما كيبين الفيديو، شويه ديال الشوكولاط كيبقاو كنبداو نزينو اما بكاوكاو هكا كونكاسي ولا اي حاجه عندنا كنزينوها. انا زينت في الاول بشويه ديال اللوز ايفي اللي هرمشتو يعني ما بين يدي حتى ولا صغير، وملي تسالل ديك شويه اللي كان عندي حيت تبقى لي مصابلي كندير شويه ديال الشعريه شوكولاته فيرميزال. صافي كتزين بسيط، وكل واحد كيدير على حسب الذوق نتاعو وعلى حسب ديك الشيء اللي عنده في الدار. وكنتمنى انها تعجبكم وتجربوها حيت ساهله واقتصاديه وفي المذاق كتجي زوينه بزاف. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو وديروا جيم، وشكرا لكم بزاف.